في مباراه وصفها جوزيه جوميز انها تليق او تليق بفصل الصيف، مباراه بين الزمالك والداخليه، مباراه غير ممتعه على الاطلاق. ممكن نقول على المجهود اللي عمله اللاعبين هنا وهناك انها كانت مباراه متوسطه على اقصى تقدير. مباراه تخليك تعرف احنا فين في مسابقه الدوري دلوقتي. مسابقه الدوري اللي خلصت. الزمالك النهارده كسب الداخليه 2-1 في بطوله اصبح فيها التنافس فقط تقريبا على قمه الدوري ما بين الاهلي وبيراميدز. ولو الاهلي بكره كسب بيراميدز فممكن تقول كمان ان المنافسه دي خلصت بنسبه كبيره اصلا. يعني بيراميدز كسب الاهلي بكره يبقى احنا لسه في المنافسه الحلوه دي. الاهلي كسب يبقى مبروك على الاهلي الدوري بنسبه كبيره، بس مش اكيد برضو. الدوري ما بقاش فيه دوافع النهارده. اتكلم جوزيه جوميز على فكره الدوافع النهارده انها ما بقتش موجوده. الزمالك ضامن البطولة الأفريقية الكونفدرالية، مش هينافس على الدوري. الداخلية تقريبا كان هابط حتى من قبل المباراة ديت، بس النهاردة بعد الخسارة تأكد هبوطه رسميا. قيس على كده بقى معظم المباريات في الدوري، تحس ان احنا في اخر شهر ده حاجة في منتهى 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 الملل. ليه؟ مراكز أفريقية اتحددت من بدري، ناس هبطت من بدري، قمة ما فيهاش غير فرقتين، فخلاص يعني خلاص خلصت يعني. عموما مباراة النهاردة يوسف أوباما تألق فيها، سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 19 بعد مجهود رائع جدا من عمر جابر في الذكاء في القطع من الحارس، وبعد كده رفع الكرة بإتقان شديد جدا لأوباما اللي خبط بعدها في الأيام، بس الحمد لله جت سليمة وما كانش فيه مشكلة، بس الخبطة كانت شديدة شويتين. خطأ ساذج جدا من حارس مرمى الداخلية، وبعد كده خطأ ساذج آخر من مدافع الداخلية، قدر بيه أوباما يسجل الهدف الثاني ليه وللزمالك في هذه المواجهة. بص هدايا، هدايا الداخلية النهارده لنادي الزمالك، هدفين للزمالك. بعد كده إيهاب سمير سجل هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة 65 من ضربة جزاء علشان تنتهي المباراة 2-1 ويهبط فريق الداخلية بشكل رسمي. في مباراة طبقا لترتيب الفرقتين في جدول الدوري كان من المتوقع لها أن تكون متكافئة بين زد وإنبي، تفوق زد وما كانتش متكافئة خالص، تفوق زد برباعية مقابل هدف واحد لإنبي. مصطفى زيكو سجل الهدف الأول لزد في الدقيقة 17، بعد كده عبد الرحمن البنوبي سجل الهدف الثاني لفريقه زد في الدقيقة 39، بعد كده قدر شادي حسين يسجل الهدف الثالث لزيد في الدقيقة 43، ثم أحرز علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة 57، هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، وبعد كده شادي حسين أضاف الهدف الثاني ليه شخصيا والرابع لفريقه آخر الأهداف لزيد في الدقيقة 63. المباراة خلصت بعد ساعة تقريبا بخمسة أهداف، 4 لزيد وهدف لإنبي. حلو ان احنا نشوف شادي حسين بيتألق مره اخرى. يعني المهاجمين الجيدين جدا، بس ممكن تقول الكوره ما عندهاش شويتين. يعني هو مهاجم جامد جدا، ملتزم جدا، يعني ما تقدرش حتى تلومه ان هو مقصر في حق نفسه، بس زي ما بيقولوا كده الكوره ما عندها، حظه في كثير من الاحيان ما بيكونش جيد، بس النهارده قدر يتألق ويسجل هدفين لفريقه.